في مدينة خورفكان المدينة الساحلية التي تحيطها الجبال الساحرة، مظاهر فرحة عيد الفطر السعيد لم تغب عن أعين السياح والقاطنين، فكما تشهد الصورة استقطبت المعالم السياحية الممزوجة بالطبيعة العديد من الزوار. فهنا في سد الرفيصة، المعلم الذي يعد رئة للمدينة يتنفس من خلالها الأهالي والسكان والزوار نسمات عليلة. أولا نقول عيد مبارك، وعد الله على الجميع في الخير والبركة إن شاء الله، وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال. والله الأجواء هنا طيبة ما شاء الله، أنا أول مرة أجي هذه المنطقة، سمعت عنها ووصفوها للناس أنها منطقة طيبة، والحمد لله يعني كانت عنده حسن الظن واستمتعنا في الأجواء فيها. لقد استمتعت جدا بزيارة هذا المكان الرائع، وأعتقد أنه مكان عائلي. أنصح جميع العائلات بزيارة هذا المكان في أيام العيد والإجازات. وفي حديقة شيص اكتظ المكان بالزوار، حيث تتميز الحديقة عن باقي حدائق الشارقة بكونها تقع بين أحضان الجبال الشاهقة، وتم رفدها بالعديد من الخدمات التي تخدم الزائرين. الحديقة بشكل عام نحن نعتبرها يعني حديقة غير نمطية، في جو مختلف وسط الجبال وسط الأجواء المرتفعة، الأجواء فيها معتدلة جدا. مدينة خورفكان التي تعد من أجمل المدن الساحلية في دولة الإمارات، لا عجب أن تستقطب الزوار والسياح من كل مكان ليستمتعوا بكل ما تملكه من وجهات ترفيهية ممتعة ومناظر طبيعية خلابة. وجهات ترفيهية عديدة تتمتع بها مدينة خورفكان ويرتادها الأفراد من جميع أنحاء الدولة، خصوصا في أيام عيد الفطر السعيد. إخبار الدار، مجد سويدي من مدينة خورفكان.